الآن يناديك المنبر منبر فاصبح بالحق ولا تحذر فمقامك هذا لو تدري هو أعظم الله أكبر الله أكبر أعلنها للناس الآن وانصر مظلوما قد هانا كم أبكى المنبر خطبا لم يخش سوى الله بحق فتاه الناس محبينا الآن يناديك المنبر منبر حقيقة لا مراء فيها الله حي لا يموت واسألوا التاريخ عن الجبابرة اسألوا التاريخ عن القواصرة اسألوا التاريخ عن الأباصرة اسألوا التاريخ أين الجبابرة أين الذين كانوا يقولون ولنرحم اسألوا التاريخ عنهم أين هم الآن أين الذي نادى بأعلى صوته وقال لن أرحم اسألوا التاريخ عن هؤلاء اسألوا التاريخ عن هؤلاء ولي في ثناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي اسألوا التاريخ اسألوا التاريخ عن هتلر اسألوا التاريخ عن موسوليني اسألوا التاريخ عن لينين اسألوا التاريخ عن ستالين اسألوا التاريخ عن فاروق اسألوا التاريخ عن عبد الناصر اسألوا التاريخ عن السادات اسألوا التاريخ عن جبابرة الشرق والغرب اسألوا التاريخ عنهم أين هم الآن أين هم الآن البقاء للواحد القهار البقاء لله وحده أين الذي كان إذا أشار بإصبعه امتلأت السجون وغصت المعتقلات أين الذي وقف أمام قبر لينين وأقسم بالله أنه لن يرحم اسألوا التاريخ يا من تمرون بكبر القبة ويا من تمرون بمدينة نصر وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون